دكتور رجب عبد العظيم، وكيل اول وزاره الموارد المائيه والري. دكتور رجب، برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا الاجتماع النهارده على ما اعتقد كان يمكن البدايه في الكلام هو الاستعداد للموسم الصيفي، مش كده يا دكتور؟ تمام، هو ده الاجتماع الترسيقي للجنه المشتركه بين وزارتي الزراعه ووزاره الري. الهدف منه هو تنسيق الجهود لتحسين إدارة المياه ورفع كفاءة الاستخدام. طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو استعداد لموسم أقصى الاحتياجات، واحنا عارفين في موسم أقصى الاحتياجات محصول الأرز هو المحصول اللي هو له تأثير كبير في فترة أقصى الاحتياجات. تمام، فكان التنسيق النهاردة لمراجعة الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات خاصة محصول الأرز. الوزارتين أعدوا وجهزوا الكروكيات وهي مناطق زراعات الأرز، وطبعا وزارة الري عملت استعدادها لإطلاق المياه بالكميات المناسبة وفي التوقيت المناسب خلال الشهور القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. المخالف بقى يا فندم، يعني طبعا هيبقى فيه أكيد خروقات، وحضرتك عارف أن مهما بيتم التجديد في بداية أي موسم للزراعة برضو بتحصل خروقات، مش كده يا دكتور؟ هيتم التعامل ازاي بقى مع من يخترق هذه الجزء؟ هو الخروقات طبعا والمخالفة بيطبق عليها القانون. احنا طبعا في حملات اعلامية لتقليل المخالفات. المخالف احنا دايما بنقول ان فدان الارز المخالف بيحرم اكثر من فدانين من المحاصيل التقليدية، وبالتالي المخالف بيضر بالمحاصيل الاخرى وبيطبق عليه الغرامه التي حددها القانون. فاحنا نامل ان شاء الله ان المنتفعين يعرفوا كويس جدا ان يلتزموا بالقواعد اللي حددتها وزاره الزراعه ووزاره الري، وان يتم الزراعه في المناطق التي تم الاتفاق عليها. نعم، هل هناك معوقات اخرى يعني بتظهر من خلال نمط التعامل والتعاون ما بين الزراعه والري يا فندم، يعني تم مناقشتها من خلال اجتماع النهارده، يعني غير طبعا موضوع الرز، واحنا عارفين ان هو بيحتل يعني نسبه كبيره قوي من التنسيقات ما بين الري والزراعه، اكيد في معوقات اخرى. لا، هو طبعا في، احنا بنقول هي وزاره لحل المشاكل والمعوقات، ايضا لتكامل الجهود، هناك جهود تبذل في كلا الوزارتين. عندما تتكامل هذه الجهود سيكون اكيد لمصلحه المزارع ولمصلحه الانتاج الزراعي. تمام. والحفاظ على المياه وترشيد استخداماتها. نعم. طبعا ناقشنا ان هناك بعض التقنيات الحديثه لابد من الاستفاده منها سواء في وزاره الري او في وزاره الزراعه. هذه التقنيات مثل استخدام صور الاقمار الصناعيه ونظم المعلومات الجغرافيه اللي نقدر من خلالها نعرف مساحات المحاصيل المختلفة ومواقعها، وأيضا هناك تقنيات تحدد مدى الحاجة لكميات المياه من منطقة ولا تختلف من منطقة لأخرى. أكدنا على هذه النقطة أن يتم تكامل الجهود بين الوزارتين والاستفادة من التقنيات الموجودة في الوزارتين. هناك تقنيات أيضا أخرى تتعلق بزراعة الأرز بالتكثيف، وده طبق في محافظات زي البحيرة والشرقية. بنحاول برضو نستفيد من هذه التقنيات وما تم تطبيقه في نشر هذه التجارب على المنتفعين وزراعتها لتحقيق أعلى عائد إنتاجي وترشيد استخدام المياه. واعتقد ان هذه التجربه الجديده دكتور رجب يعني اثبتت يعني جدار ايضا كمان، يعني زراعه الرز بالتكثيف على ما اعتقد يعني جابت نتائج جيده، مش كده يا فندم؟ الحقيقه يمكن المنتفعين كانوا يعني رحبوا بهذه الفكره، ومحافظه البحيره كانت المحافظه اللي تبنت هذا الفكر. نعم. وبيطبق في بعض المراكز، وان شاء الله يعني هنسعى الى تعميم هذه التجربه
في باقي المحافظات التي تزرع الأرز. نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والري. شكرا يا فندم لحضرتك، وطبعا كل سنة وكل إخواتنا الفلاحين بخير. موسم جديد، الموسم الصيفي بإذن الله هيبتدي أهو، وإن شاء الله يعني كل الجهات بتعمل على تذليل كل العقبات، إن شاء الله يبقى يعني موسم زراعة جيد، ويعدي عليكم طبعا يعني بنتائج مثمرة دون أي عقبات أو مشاكل. مشاهدينا الكرام، زي ما قلت لكم احنا